ولندرك عباد الله أن الصراع مع يهود صراع عقيدة وهوية ووجود. اقرأوا القرآن واقرأوا قوله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم لتعلموا ما تكنه قلوبهم. اقرأوا قول الله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، لتعلموا عظم عداوتهم لأهل الإسلام وبغضهم لأتباع محمد سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. هؤلاء القوم إخواني وأخواتي، اقرأوا التاريخ لتدركوا تاريخ القوم، اقرأوا التاريخ لتعلموا وتدركوا أن يهود الأمس سلف سيء، ويهود اليوم خلف أسوأ، كفار النعم، محرف الكلم، عباد العجل، قتلة الأنبياء، أعداء الرسالات، خصوم الدعوات، حثالة البشرية. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت